إننا نحاول دوما تفسير الأمور وفق ما نريد لا وفق ما هي عليه. لا يستطيع الإنسان مطلقا أن يتوقف عن الحلم. الحلم غذاء الروح، كما أن الأطعمة غذاء الجسم. نرى غالبا خلال وجودنا أحلامنا تخيب ورغباتنا تحبط، لكن يجب الاستمرار في الحلم، وإلا ماتت الروح فينا. قد تقصر الحياة وقد تطول، فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها. عندما تقع كنوز كبيرة أمام عيوننا فإننا لا نتبينها أو تعلم لماذا؟ لأن الناس لا يؤمنون بوجودها. إن للخير والشر وجها واحدا، كل شيء يتعلق باللحظة التي يلتقيان فيها بالكائن البشري. ليست الحرية غياب الالتزامات، إنما هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وإلزام نفسي به. التحدي لا ينتظر إطلاقا، والحياة لا تلتفت إلى الوراء. أسبوع واحد هو فاصل من الزمن. خلقت الفرص لكي تقتنص على الفور. في إحدى لحظات وجودنا نفقد السيطرة على حياتنا التي ستجد نفسها محكومة بالقدر، وهنا تكمن خديعة العالم الكبرى. التعليم هو أن تظهر للآخر ما هو قادر عليه، والتعلم هو جعل هذا ممكنا. إذا كنت أهدأ مما يجب لم تعد حيا. إن طاقة الحقد لن توصلك إلى مكان، لكن طاقة الصفح التي تتجلى في الحب ستحول حياتك بشكل إيجابي. إن الساعة الأكثر ظلمة هي التي تسبق شروق الشمس. يجب ألا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم. الأغنياء لا يبذلون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون. الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. كل شيء يخبرني أنني مقبل على صنع قرار خاطئ، وليكن، فالخطأ جزء من الحياة. يستطيع الأطفال تعليم الكبار 3 أمور: السعادة من دون سبب، والانشغال دوما، والطلب بكل قوته لكل شيء يريده. لا شيء في الدنيا خاطئ تماما، حتى الساعة المتوقفة تكون صحيحة 2 مرات في اليوم. احتمالية أن تجعل حلمك حقيقة هو ما يجعل الحياة ممتعة. كل شخص يعرف كيف يتوجب على الآخرين إدارة حياتهم، لكن لا أحد يعرف عن حياته هو. يستطيع الناس فعل ما يحلمون به في أي وقت كان مهما تقدم بهم العمر. أخبر قلبك بأن الخوف من المعاناة أسوأ من المعاناة ذاتها. عندما تريد شيئا بحق فالعالم كله يتآمر لتحققه. عندما يغادر أحدهم فذلك لأن آخر سيأتي. الأشياء البسيطة هي الأمور الخارقة للعادة، ولا يراها إلا الحكماء. الانتظار مؤلم، النسيان مؤلم، لكن قمة المعاناة أن لا تعرف أي القرارات تتخذ منهما. الشيء الوحيد الذي يجعل الحلم مستحيلا هو الخوف من الفشل. يستطيع الناس فعل ما يحلمون به في أي وقت كان مهما تقدم بهم العمر. عندما تريد شيئا بحق فالعالم كله يتآمر لتحققه. سر الحياة أن تسقط 7 مرات وتنهض 8. لو كنت جزءا حقيقيا من حلمك فسوف تعود إليه.